أعلنت مؤسسة حياة كريمة إطلاق مسابقة جديدة تحت عنوان سيف وات لاستخدام أو لترشيد استخدام الطاقة في مصر. وأوضحت المؤسسة أن تلك المسابقة تأتي في ظل الأزمات العالمية التي تواجه مصر بسبب الاستهلاك المتزايد للطاقة واستمرار مصر والعالم في البحث عن حلول لترشيد الكهرباء. هذا ودعت مؤسسة حياة كريمة للمشاركة في المسابقة لاكتشاف أفضل الأفكار المبتكرة لتوفير الطاقة.